طيب حالة الفرحة اللي شفناها من خلال استقبال الأهالي الجمال دول لسيادة الرئيس في قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، والهتافات اللي كان كلها كلمات من المحبة للسيد الرئيس، جاءت بطبيعة الحال كنتيجة وكرد فعل لما لمسوه من إنجازات على أرض الواقع، لما لمسوه من توفير مشروعات خدمية وصحية وزراعية. كلنا عارفين أن مشروعات حياة كريمة، مشروعات بتغير الحياة إلى الأفضل، مشروعات بتستهدف الإنسان المصري. مشروع حياة كريمة في الأصل هو مشروع تنموي، مش بيمهد طريق أو بيغير صرف صحي أو بيغير ماسورة مية، هو بيغير شكل الحياة للإنسان عن طريق تقديم خدمات ليه. على سبيل المثال شفنا في الأسمرات مسارح، وشفنا عدد من الأنشطة وعدد من المشروعات اللي بجانب هذه التغييرات اللوجستية بيكون في تغييرات أيضا بيلمسها الأهالي لأنفسهم ولخدمتهم. خلينا نشوف ردود أفعال هؤلاء في محافظة البحيرة كانت عاملة إزاي. بدون نفاق وبدون رياء، احلى فتره وانجز فتره، فتره الرئيس عبد الفتاح السيسي. حسسنا بالاول شيء بالامان، ولو هنقول له شكرا يا ريس هنغيب نقول له شكرا لحد الصبح. شفت بعيني على الواقع، على ارض الواقع. شكرا على 100 مليون صحه، شكرا على القضاء اللي كان عامل رعب للمصريين فاير السي. العمليه مش اكل وشرب، العمليه مش اكل وشرب. طبعا الوحده الصحيه ما كانت بص كانت معدومه خالص، مجلس القريه معدوم خالص، البريد معدوم خالص، يعني اللي بعديها باكملها كانت معدومه، يعني من حوالي من 40 سنه ولا من 50 سنه ما زارش اللي بعديها رئيس من الرؤساء الافاضل طبعا، خدت بالك الله يرحمهم طبعا، الا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. 14 يونيو احنا بنعلنها علنا اهوت عيد قومي في محافظه البحيره لدخول السيد الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه، دخوله قريه الابعاديه وشرف للبحيره. واحنا كشباب البحيره او شباب الابعاديه احنا النهارده عندنا يوم من اجمل الايام اللي احنا ما شفناهاش اصلا في حياتنا. انا النهارده عندي 50 سنه، طيله الخمس عقود اول مره نلمس على الارض ان فيه راجل مسؤول فعلا بيبص للناس وبيتكلم مع الناس تلقائي. انا مبسوط من اللي شايفه بسياده الرئيس النهارده، بيعمل تطورات يعني بالنسبه للمدارس وبالنسبه للكره اللي فيها تطوير. بس انا بشكرك اولا، نفسي توصله رساله لسيادتك، يعني زي ما حضرتك نزلت هنا قريه الابعاديه، نفسي تشرفنا في قريه سونتيس التابعه لمركز دمنهور. انا من سونتيس، انا شفني شرفني لان اللي شفته في الابعاديه ده نشوف بلدي. شكرا على الحياه الكريمه كلها اللي اتفتحت هنا، من مستشفى لمركز تكنولوجي والحاجات كلها اللي اتفتحت هنا. بصراحه الابعاديه بقت حاجه ثانيه خالص، يعني مش حاجه بس اللي اتغيرت، الابعاديه كلها اتغيرت. الخدمات اتطورت، الاسفلت اللي احنا واقفين عليه، الوحده المحليه بقت تماما اتغيرت عن الصرف، كل حاجه اتغيرت، والجمعيه دلوقتي كل حاجه عندنا موجوده، مركز التكنولوجيا موجود، كل حاجه، بطايق، جوازات. انا اشكر السيد الرئيس على مبادره حياه كريمه في البحيره، انه وفر كل شيء للمواطنين. احنا النهارده عندنا ليله عيد اللي الرئيس جانا زارنا هنا، واحلى حاجات عملها لنا في الابعاديه.